وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من صياغه الخطه التنفيذيه لمحاور العمل بالمشروع القومي للتنميه البشريه بدايه جديده لبناء الانسان وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنميه البشريه وزير الصحه والسكان على ان راس المال البشري يعد الثروه الحقيقيه لمصر والتي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه وزير الصحه والسكان. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس اطلع على محاور المشروع القومي للتنميه البشريه بدايه جديده لبناء الانسان والذي يستهدف تعزيز الاستثمار في راس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع. يستهدف تنميه الانسان والعمل على ترسيخ الهويه المصريه ويشمل عددا كبيرا من المبادرات في مجالات الصحه والتعليم والثقافه والرياضه وتوفير فرص العمل وذلك بطريقه تكامليه بين جميع جهات الدوله والمجتمع الاهلي والخاص بهدف استفاده جميع فئات المواطنين من مختلف الاعمار من موارد الدوله بعداله وفاعليه وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة مشددا على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكدا تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية. لتحقيق مستهدفات المبادره وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الايجابيه في اسرع وقت اضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول ايضا التطورات في ملف قطاع الصحه ومن ضمنها تطوير معهد ناصر مدينه النيل الطبيه ومشروع انشاء المعامل المركزيه بمدينه بدر وتطوير مركز اورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسي ليصبح مركز تميز اقليمي فضلا عن متابعه الموقف التنفيذي لمنظومه التامين الصحي الشامل حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعه الانتهاء من انشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحده ومركز طبي في محافظات المرحله الثانيه بالتامين الصحي الشامل وهي محافظه دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح وفي ذات الاطار استعرض السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحه والسكان تطورات الدراسات الخاصه بمشروع مدينه العاصمه الطبيه التي تستهدف تحقيق نقله نوعيه حقيقيه في مستوى الخدمات الطبيه في مصر والمنطقه من خلال الاساليب المتطوره التي تعمل بها والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكذلك بما تتميز به من كفاءه استيعابيه ضخمه ذلك بالاضافه الى اهم اصولها وهي الامكانات الطبيه والبشريه رفيعه المستوى كما تطرق الاجتماع الى جهود الحكومه لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزيه للاستثمار والشراكه مع القطاع الخاص وما تدرسه الحكومه بشان وضع ضوابط تحفيزيه تضمن تطوير المنشات القائمه والجديده فضلا عن العمل على ضمان التناغم بين منظومه التامين الصحي الشامل والقطاع الخاص لتقديم افضل الخدمات الصحيه للمواطن المصري والتوسع في تقديم الخدمه الطبيه في محافظات الجمهوريه شهد الاجتماع كذلك مناقشه جهود الحكومه في مجال توطين صناعه الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعه الادويه والمستلزمات الطبيه خاصه مع الازمات الدوليه المتتاليه التي تهدد سلاسل الامداد وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحليه بشكل دائم وجوده عاليه واسعار عادله تلبي احتياجات المواطن المصري كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على اخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسيه للصحه العامه ومبادره القضاء على قوائم الانتظار بالاضافه الى المبادرات الرئاسيه في مجال الصحه النفسيه حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في اقامه منشات الصحه النفسيه ودعم منظومه العلاج على نفقه الدوله كما كلف سيادته الحكومه بالبدء في تنفيذ مشروع انشاء مستشفى سكينه للصحه النفسيه وعلاج الادمان بمدينة العالمين الجديدة وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخنكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية لإقامة ممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه سيادته الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع. من تكافل وكرامه والعماله غير المنتظمه في قطاعي التشييد والبناء الى مظله التامين الصحي وذلك بتكلفه عشره مليارات جنيه سنويا مع دراسه مدى امكانيه ضم المزيد من الفئات الاخرى من العماله غير المنتظمه خلال المرحله المقبله